خلونا نتكلم شوية على ستايلنا الجديد وطاولتنا الجديدة، ايش رايك في التباعد يا عبد الإله؟ ممتاز، حاسبها قبل الهواء طبعا. يعطيها الف عافية مخرجنا فهد، امس لاقيه بمتر بيقيس مسافة المتر ما بيننا، إضافة للعديد من الإجراءات الاحترازية اللي قاعدين ناخذها بكل تأكيد تواكبا مع التغيير، مع هذا الوباء. الواحد مع دخلته طلعته يحاول يبعد عن التجمعات، أيضا يحاول دائما يكون ايش جنبه؟ المعقم يا سارة. صحيح، واحدة بواحدة، خصوصا شكرا على المخات اللي قبل الهواء. تعقيم الأسطح برضو، تعقيم اليد، يعني الله يبعد عنا شر هذا الفيروس وبيدينا أنه نساهم بكل تأكيد، خصوصا أنه المسؤولية الحين صارت في ملعبنا مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية. طبعا عبد الإله، ونشكر كمان العاملين في قناة الإخبارية والمسؤولين أنهم دائما حريصين على موظفين قناة الإخبارية، ودائما حريصين في التعقيم وفي كل الإجراءات الاحترازية المتبعة والبروتوكولات المتبعة. خلينا نبدأ بس نقطة مهمة. اليوم مع العودة للحياة فعلا كل مسؤول عليه مسؤولية كبيرة في أنه والله يحقق كافة المتطلبات، متطلبات السلامة، خصوصا في الأعمال اللي تكون داخلية أو حتى اللي تكون خارجية. أنت مسؤول فعليا عن وضع النظام اللي الكل إن شاء الله بيتقيد به حتى نصل لمرحلة الأمان الفعلية بالقضاء على الفيروس اللي الكل يتمنى أنه نصل لهذه المرحلة بإذن الله. راح تكون قريب عبد الإله. يا رب.